بالجمهور عشان ما يزعلوا علينا صراحه. اجين طالبين الجمهور منك يا سيف قصه قصيره. انت معودهم في القصه القصيره اتوقع صح؟ والله يبشرون على خشم. تدري متى؟ المغرب للعشاء. الحين في ضغط نفسي انا صراحه. ليه؟ والله العظيم متوتر من النتيجه؟ ها؟ لا عشاني خاصم. متوتر؟ وش اللي يوترك يا سيف؟ الحر. الحر؟ يعني عندنا الحين في لوكيشن في حر؟ يعني احنا مهيئين لك مكيف؟ ما في الا واحد عند ها؟ ما في الا واحد هنا. حسب هالفعل. شو تقول بتطقني؟ صح؟ ايش ماني فاهم، انت قاعد تسلمنا عند الناس مقصرين معك شيء احنا؟ والله ما انتم مقصرين الا بالمكيف بس، ولا الباقي علومكم طيبه الله يوفقك. مقصرين معك شيء احنا؟ برد الحر. الايام اللي جلستها 78 يوم 77 يوم يوم جينا نطلب قصه قصيره. عادي تقدر تقول ما عندي قصه قصيره. بس لا تحطها في المكيفات، حتى لو ما في مكيفات عندنا تقول اللهم لك الحمد نعيش في اجمل الاماكن، نعيش في افضل التكييف. استاذ سيف تكفى الله يرحم والديك، ترى في ناس تشوفني وتطقني ما يصير. يمكن جمهور يزعل عليك. شدها شيل ودي. يعني هذا تهديد ولا تصريف الموضوع؟ لا تصريف مع تهديد مع حر مع حياه صعبه. ايش فيك انت الحين؟ بالله استرح استرح بكلمك بموضوع. تقول لي قصه قصيره؟ لا خفت صح؟ بس كم كيف عندنا الحين تقريبا؟ 1 2 3 7 كم؟ 28 8 الله يعطيك العافيه. هلا هلا والله. امورنا طيب بس اللهم لك الحمد. منقصين شيء في؟ لا ابدل 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 اللهم لك الحمد. نصرف احنا كل يوم كم؟ واجد. تدري كم كلفنا اللوكيشن مطبخ الحاله؟ كم؟ قلت لي ذاك اليوم كم تتوقع؟ 50,000. لا مليون. مليون مليون. طيب خلينا نستثمر الوقت، يلا اعطوني في الطلبات. مصرط لبيت.